علل. عرفت؟ ايش قاعد تكتبون؟ انا بكتب السؤال عشان افكر في الاجابه. اها طيب. عادل مو علل. لا علل. علل ما اول مره ندرس. علل ما يلي: ماذا سيحصل اذا اختفت البطاطس من الوجود؟ يلا. اول طالب نجيب سوف يجيب. تم. تفضل يا اخ. الطالب بينقص سعر الوجبات في المطاعم. بينقص سعر الوجبات في المطاعم. بينقص سعر الوجبات. الوجبة الحين وجبة كاملة بالبطاطس ب 25، إذا شلت البطاطس تصير 21. حلو، هذه إجابة الطالب النجيب عادل. مشعل تفضل. طالب مشعل أجب. مشعل بيموت. ها؟ الطالب مشعل بيموت. جوعاً. يعني أنت جوعاً لأن الأكلة المفضلة عندنا البطاطس. صدق. يعني عطنا إجابة تخص المجتمع. المجتمع كامل؟ المجتمع كامل هو إن اللعيبة راح يقلون. لعيبة حول العالم راح يقلون. والسبب؟ السبب ان البطاطس مادة تغذي الأربطة الصليبية بشكل عالي. هذا قال المعلومة لأنه مصاب. اللعيبة بيقولون لأن البطاطس. والله احنا يمكن نقل في البرنامج. طيب. خلاص خلي هذا إجابته يا طلاب يا أعزاء. ممكن نحترم الطالب الآخر، كل واحد يحترم زميله. أنتوا في فصل محترم وشايفين أنت مستوى الاحترام بيننا من بداية الفصل. مشعل لا تستأسر انتو. صدقني انا اتوقع لو ان رجعنا معلومته بتصير مضروبه، فلا اجابه زينه ولا معلومه صحيحه. ما شاء الله أتوقع. شوف مين اللي يتكلم عن مراجعه المعلومات. استاذ انت عارف قبل كم مره حصه قلت معلومه الى الان براسي حقت السانتي. حق السانتي والله ان اصدق معلومه. نمت وقمت انا وقعدت احسب ولا شفت ذا الموضوع اصلا. لا عندكم ما تحركت اليوم. ايوه اوكي طيب خلينا نكمل. عبد الرحمن النجاش الطالب النجيب، ولا اقول لك خليك اخر واحد لانك انت بتجيب الاجابه الصحيحه اتوقع. الله يسعدك انك شاطر. الله يسعدك مؤدب خلوق. بس تكفى تكفى سم. لا تورطني عند المشرفين. لا ابشر ان شاء الله. خلاص اتفقنا. شفت كيف اشرح؟ ابشر ان شاء الله معك تمام انا. ولا تخبر الوالد وهذا لانه ما شاء الله يجي حلل الراتب يسعدك. انا مازن تفضل. ما نقدر نتمشى في الحديقه. ايش دخل؟ ليش؟ ما في بطاطس. الحمد لله. يرحمكم الله. انا كنت واضحه عطسه والله. الحمد لله طلعت العطسه. صورت. ليه ما تستاهل؟ طيب ما كنت ما نقدر نمشي الحديقه ما في بطاطس. حلو هذه اجابتك. طيب الطالب النجيب العجيب. الله يسعدك. عبد الرحمن تفضل. تسلم. انا بغير اسمي الساد الى نجيب. تستاهل. يعني انا بصير نجيب محفوظ. نساعد انا بسمي نفسي نودي محفوظ. هو يجيب وحنا نودي. طيب ما في مشكله تفضل يا اخ عبد الرحمن. انا قلت يا استاذ انه لو انقرض البطاطس الشركات اللي تصنع البطاطس المقلي البطاطس هذا اللي يجي الشرايح لا الشرايح ايوه عاد تسوي اعلانات. ايوه البطاطس هذا كلها بتخسر. نفس إجابة عاد. لا مرق. معلومة جديدة. هذا جايب معلومة. طيب أقرب واحد. إحنا ندري كلنا عبد الرحمن معلومته هي صدق يعني. أنا قلت يجيب جواب يعني أصح من السؤال الصح. نرجع للهاشتاج ونشوف الإجابة الصحيحة. الجواب المكتوب عندي بسيط ما في أحد قرب منه. وشو؟ بس بنشوف ما أدري كنترول علموني إذا في أحد من الشباب قريب من اللي عندي. لا بس أصبر يا سالم. أنت عاد إيش قلت؟ أنا قلت بينقص سعر الوجبات في المطاعم. هنا 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 يمكن اقرب واحد. بس اسمر السؤال هذا جاي معه جوال مدرسه. لا بابا يقول ندخل هاشتاق يعني مازن. اكيد معه جوال يا استاذ. معك جوال؟ لا وقف 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 اكثر من كذا. لا استاذ لا يوقف. استاذ لا يوقف اكثر من كذا. لا يوقف استاذ. انت واقف علي ولا جالس الحين؟ اي واقف انا. انت واقف الحين؟ اسف جدا. طب على ايش اجلس؟ أنا سامحتك على الخفة الدم الحلوة هذه سامحتك. شكرا. الجواب المكتوب عندي لن يكون هناك أي أهمية للثوم. والكاتشب وين راح؟ الكاتشب عنده إجازة. أنا يشارك في مشهد. شكله الفصل الثاني الكاتشب. لأن الكاتشب استخدم كثير في المشاهد الدرامية. الظاهر يا أستاذ أنت تحط الثوم بس مع البطاطس ما تحطه مع نفس الوجبة ما تحطه مع وجبة ثانية. أقرب واحد. هاي شباب ايش رايكم من اقرب الوجبة واحد؟ والله انا سالفة الوجبة انا رشح. شوف عادل اذا هذا الاجابة اللي عندكم هذا اقرب لانه وجبة عادل بالموز. عادل ايش قال؟ سعر الوجبة بينقص. صح. مش اقرب واحد عبد الرحمن عادل المطيري.
الله دايم سبحان الله انا دافور في الاشياء اللي ما فيها.